التواصل يستمر، الانطلاقات متواصلة، تحديات متجددة مع تجدد هذه الانطلاقات الصباحية التي تأتي من خلال تواجد هذه الشعارات المختلفة المنطلقة الحاضرة بسن الفتامين، حيث انطلق شوطنا الثاني عشر في مجموعة أشواط صباحي هذا اليوم الخاص بالقعدان الصعوب. انطلق الشوط وننطلق مع البداية مع شاهين سالم بن علي بن سعيد الخاطري، يأتي على البداية متقدما على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هنا شاهين سلطان بن سعيد الظاهري خذ المركز الثاني، وفي المركز الثالث الوصول من خلال شاهين مبارك بن محمد بالحب العامري، يقدم لنا شعاره في هذا المسار والمتواجد مع المركز الثالث. هذه النتيجة، هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة والحاضرة بهذا الأداء المتميز وبهذه الإبداعات التي تأتي من خلال تواجد هذه الأسماء التي تنطلق من أجل تحقيق ناموس هذا الشوط. تدخل بو فارس مع شاهين حاضر بن علي بن حاضر المزروع، يقدم لنا شعار بو غانم أيضا قادم، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الخاطرية، العودة إلى الخاطرية، يأتي على البداية، يأتي على المقدمة، يتقدم ويعلن بتواجد هذا الاسم على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. سالم بن علي بن سعيد الخاطرية تحرك من حمودة، وصل بو غانم مع شاهين وبالحب أيضا مع شاهين، ولكن روح الخاطري راح، انطلق الخاطرية، ابدع الخاطرية، يا هنا ايضا اعلن بوجود شاهين على الصدارة على البداية على مقدمة هذا الشوط، ليكون هو البطل، ليكون هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط. بدأ بالابداع، تهانينا والناموس نبعثها لمالك شاهين سالم بن علي بن سعيد الخاطري على تقديم هذا الاسم بتقديم العرضات الممتازة في الامتار الاخيرة. ثانيا حمد بن غانم بن حمودة، ثالثا حاضر بن علي بن حاضر المزروعي، دقيقتين 22 ثانية التوقيت الزمني.